مبادرة اعتاد الموصليون عليها، أقام مجموعة من الشباب المسيحيين مأدبة إفطار لرفاقهم المسلمين من مختلف أطياف نينوى، نسيج اجتماعي يوصف عادة بالعراق المصغر، كان حاضرا في بلدة برطلة شرقية الموصل للتعبير عن التضامن بين الشباب. الهدف أو الغاية أو الرسالة الأساسية من هاي المأدبة هي إنه نوصل للناس للعالم إنه إحنا فعلًا يعني ما عدنا أي مشكلة، إن متقبلين البعض، المسلمين، المسيحيين، الأزيديين، كلنا متجمعين ما عدنا أي مشكلة. هذا الجمع يركز في نبذ العنصرية بين أبناء البلد الواحد، وروح الألفة والمحبة وتقبل الآخر كانت منطلقًا لبث رسالة مفادها أن لا تفرقة بين العراقيين. أنا كإيزيدية حضرت هذه المأدبة الأفطار مع جميع المكونات، مع أخواننا الشيعة والسنة، المسيحيين، الإيزيديين، الأكراد. بصراحة هذه الشيء من 2000 افتقدناهم من 2014، فاليوم رجعت ونسينا الماضي وفرحتنا فرحة كبيرة. فقرات عديدة أعقبت مأدبة الإفطار أبرزها الحكواتي أو القصخون، كما كان الموصليون يطلقون عليه قديما، وهي تسمية عثمانية الأصل. هنا يجلس العم وحيد على كرسيه أمام شباب الموصل ليروي لهم حكايات وقصصا مختلفة لا تخلو من مآثر الوفاء والتعاون والإخلاص لتعزيز روح الأخوة في المجتمع. الحكواتي وهو اسمه القصخون، بالتركي راوي القصة. من الزمن العثماني كان هنالك قصخون في كل مقهى، فلان محلي فلان محلي، كل محلة لها حاكيها. قلتنا أخوة يجمعنا وطن واحد العراق. لا يقتصر التعبير عن الفخر والاعتزاز بالآخر على المسيحيين والأيزيديين تجاه المسلمين في شهر رمضان، بل هو نهج يتبعه الجميع في المناسبات الدينية المختلفة كأعياد رأس السنة الميلادية والقداس ورأس السنة الأيزيدية سرصال. من الموصل محمد سالم، يوتيفي.